هذا الراجل جارهم هنايا قال لي ودي راه راهم كانوا سكرانين كانوا سكرانين ضربوا بواه والاول صاحب انا ما نحشمش منكم صاحب انا ما نحشمش منكم قال لي المراه روح طاحت قال لي المراه روح طاحت سمعت انا هذا مع ثلاثه ديال اللي سمعت هذه السيده راه قتلت هذه السيده انا ما عرفتش علاش انا ساكنه وين داب ما في راسي والو عاد هنا الدري قال لي اللي كان باقي هنايا في القهوه تمشى قال لي امي راه اسماء قتلت جارها علاش قال لي الله اعلم اللي مو الطليقه اه الله اعلم ما عرفت حنا كنا عواقفين الله اعلم ما عرفناش علاش قتلاتو صافي انا بقيت فايقه ما جانيش النعاس بقيت فايقه بقيت كنشوف كيفاش 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 كنمشي واحد الراجل جيت الصباح هنا قال لي واحد الراجل جارهم هنايا قال لي ودي راهم كانوا سكرانين ضربوا بواه هو الاول ضربوا حدا القهوه هي وهذا صاحب انا ما نحشمش منكم ضربوه حدا القهوه وتفارقوا هذاك معكم مشى وباها مشى للكوميساريه بغى يديكلاري ملي مشى بغى يديكلاري عيطوا عليهم الله اعلم البوليس عيطوا عليهم من هنايا قالوا المراه روح طاحت راه روح طاحت جابوا باها مركبينه معاهم جابوه داوهم كاملين هو هادشي اللي سمعت انا هو هذا ودابا دابا الدراري وداك الشيء كاينين هنا ولا دابا؟ راهم كاينين هنا انا ما شفتهمش ما عرفت انا مش انا قلت لهم ديهم الخيريه باهم قال لك غادي يكلفهم يشدهم ويديهم منهم ليهم انا ما نقدرش انا ما نقدرش عليهم ما قادش نشدهم ما نشدهمش حيت مسؤوليه كبيره راه ماشي عام نهار ولا شهر ولا شهرين عالم الله شحال غيتحكم عليها ونلقانا شاده الدريات ما نقدرش عليهم انا كنبيع انت راه كنبيع الربيع في السوق وغنشد انا الدريات اربعه الدريات راه مسؤوليه خاصك تحبيهم خاصك تقابلهم خاصك بزاف انا ما نقدرش عليهم بقاهم بقاهم منو ليهم انا منزيدو على الخير انا قلت لهم خليهم يديوهم الخيريه ملي ما بغاش يدبر الروس هذا المقوله اللي كنت ساكن عندي شحال هذا مسكين حتى هو هذوك الدريات تيقابلهم مسكين ويجيب ليهم ويمشي يطلب ليهم مسكين ويجيب ليهم وكل شيء صراحه ما عمرنا شفنا عليه شي حاجه ديال هذا الشيء اللي كاين دابا هو السيده كان كاري عند كاري ليها ما كان كاري ليها كاري ليها ومخليها عنده وقابل حتى هو مقابل الدراري الصغار مقابل الله يعمرها هذا الشيء اللي كاين اخويا كيفاش تلقيتي انت الخبر؟ ها؟ كيفاش تلقيتي الخبر؟ انا ما فرانسيش انا راه كنت في الخدمه حتى جيت حتى لقيتها في التليفون حتى طلعت في التليفون شنو سمعتي؟ سمعت قال لك عثمان مسكين راه مات الله يولي برحمته الله صار كيفاش مات عاود لينا كيفاش هذا الشيء تعاود انا ما عرفتش كي دير هذاك الشيء على هذاك الشيء ماشي على القرايه داك الشيء اللي عاودوا لك هنا ما عاود لا حتى حد انا هاد الشيء في التليفون يلاه جيت انا باقي الان دابا باقي يلاه جاي من الخدمه انتم كساكنين ما شفتي عثمان شنو دار بالمحبين اخر عثمان شفت البارح في القهوه سلم عليا بخير على خير هادشي اللي كاين واش ما كانش بينه وتمشي على قهوه ويا لا ما بيناتش لا علاقه لا والو جات عندها القهوه قال لي كي داير خويا صالح بخير لاباس صافي هو يخرج لا ماشي بينك وبينه انت واش كانت علاقه بينه وبين هذه السيده لا لا ما بينه وبينها حتى ما بينه وبينها الخير واللي احسن ما عمرو عاود لكم عليها لا والو عثمان ما فيش يعني هذا جلسه خمريه اللي وعثمان الله يعمرها دار صراحه دار معقول ماشي الانسان الله يعمرها دار صراحه دار معقول جدا هانك والله وبالنسبه للسيده اللي قتلته شنو المعامله ديالها في السلوك ديالها؟ السيده اللي قتلته كيفاش السلوك ديالها؟ وحتى هي تنعرفها الى الله عمرها دار اخويا ملي سمعنا هذا الشيء هذا ما جانا العجب اخويا بيناتهم ديما ياكلوا ويشربوا ويضحكوا كل شيء يديروا الكاميله ويتجمعوا هذيك غوتي ياكلوا الكاميله وكل واحد تمشي بحال هذا الشيء سمعنا انه كان تيخرج يدبر على راسو باش يجيب لها هي ما تاكل هي وليدات لا تجيب على الوليدات هي ما تجيبش لها تجيب على دوك الوليدات الصغار صافي مسكين هادشي اللي كاين وهي تعتقل ها شدات هي والله ما نعرف واش شدات ولا ما تشدات شكرا كان شي خوف من السيد خويا اش نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله هذا الشيء ما نقول